حقا بصورته ما أقدر الله حقا بما ظهر به مظاهره أسرار حكمته ما أكرم الله إذ أبدلنا بشرا منا يدل عليه يدي خلافته في ظاهر شكله في ظاهر شكله خلق وحلق بلا تلهي غيبته في رغبة الحق أن أدى بخدمتي له بظاهره لنا مناسبة بدا بها منة القبول دعوتي له بباطنه أيضا مناسبة بحضرة القدس من كمال ثورته تفيد منه الظهور لعلم نسبته دل على مقتدى قبول نسبته الأخرى فذا أعرف به وذاك به قرب وذا مستقيم في عبادته هو الرسول على يديه ما جعلت يد المسيئة في تقسيم قسمته وابن الرسول وسر سره فله بجرس مال أبي من نبوته لكن لكل في مقام رتبته فضلا على جزئه بحكم حيطته والجزء عن كله له خصوص بما يناسب الجزء في تخصيص نسبته والجزء كل في اجتهاده ما وكل من جزئه تركيب هيئته فالعين واحدة والأمر منفهم ولا سبيل إلى تحقيق صفته فالعين واحدة ولا سبيل إلى تحقيق صفته واسم ولي من أوصاف الولي على وبيعة الله جاء عين بيعته لا تنكر غير ما فهمتموه فذا عن الرسول أتى بنفس سنتي لا تنكر غير ما فهمتموه فذا عن الرسول أتى بنفس سنتي إذ جاءنا كله وسمعه إنما يبايعون وكان نبي في نعتي فما ترون من الشيخ الذي عمنا فضلا من الله را بنور بيضته وخصنا باتباعه سوى ظله فليحمد الله من هدى لرؤيته من فاته الزمن رسول ذا زمن به خليفة يهدي لسنته من فاته زمن رسول ذا زمن به خليفة يهدي لسنته فإن تريد صحبة المختار من مختار فاصحبني أحمد يا عين صحبته شيخهما الله من شغلت زمرته شكرا وشكرا على دخول زمرتي شيخهما الله من دخلت زمرته شكرا وشكرا على دخول زمرتي
شيخهم الله من دخلت زمرته شكرا وشكرا على دخول زمرتي شيخهم الله من دخلت زمرته شكرا وشكرا على دخول زمرتي يا ربي فلهما يا ريت والمرهم مراد كل مريد في إرادتي يا ربي هل مكانه على كل من له مكان عليه يبني مكانتي وامنه ربي هيا وامنه ربي هيا وامنه ربي هيا وامنه ربي هيا جميلة طيبة وفضل ربي من فيه ما يأتي وجاد من قد هدى لذكر خالقنا الصلاة على هدي وشيعته وجازي من قد هدى لذكر خالقنا مع الصلاة على